بعد ما تابعنا الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، خلينا دلوقتي نتابع الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، منها فتح باب التقديم الكترونيا لمسابقه تعيين 30,000 معلم، والمجلس الاعلى للاعلام هيستضيف وزير التموين في مائده مستديره حول تداعيات الازمه الاقتصاديه. ايضا النهارده في ماتش مهم بين الاهلي وبتروجيت في نصف نهائي كاس مصر النسخه القديمه. خلينا نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي هيأدوا الامتحان في مادة الفيزياء، والسنة دي عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية حوالي 605 لجنة على مستوى الجمهورية، وبيؤدي الامتحانات ما يقارب من 139,000 طالب وطالبة في مختلف الأقسام. النهاردة بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30,000 معلم مساعد، وهيستمر التقديم حتى 24 يوليو، وده من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللي بيدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة. المسابقة دي بتأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 150,000 معلم لدعم هذا القطاع الحيوي للدولة اللي بيخدم استراتيجية مصر 2030 وتحسين جودة العملية التعليمية. علشان كده المسابقة هدفها اختيار معلمين عندهم فكر مختلف وعندهم قدرات مهنية ومهارية تتناسب مع استراتيجية التطوير. النهاردة برضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيستضيف الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في مائدة مستديرة لمناقشة جهود الدولة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها جميع دول العالم، وكمان للتعرف على جهود الحكومة المصرية وخططها لمواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير احتياطي آمن من جميع السلع الغذائية والاستراتيجية. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الدور نصف النهائي لكأس مصر النسخة القديمة، واللي بتجمع ما بين الأهلي وبتروجيت الساعة 9:30 بالليل، والبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للنادي الأهلي هو اللي هيقود الفريق فنياً.